تحب القهوة يا سهام؟ أنا القهوة لا، الشاي الأخضر. الشاي الأخضر يعني مش رح تكوني مستمتعة معنا هلأ. حاول إذا كانت مناظر جميلة. تقدر تشربي شاي أخضر كمان حتى بالقهوة. آه والله أنا من محبي القهوة الباردة على فكرة. شايفة. من الدمام ينضم إلينا مراسل صباح العربية سالم الراجح، ومن جدة ينضم إلينا مراسل صباح العربية سلطان السلمي. سلطان وسالم يسعد صباحكم، حببوني بالقهوة، يلا جربوا كيف الأجواء. صباح النور عليك وعلى كافة مشاهدي صباح العربية. يا رب اليوم في جدة وضع مختلف شوي، يعني اليوم أنا قبل ما نبدأ اللايف جالس أرتب قهوتي المقطرة بصراحة. قبل ما نبدأ أحاول أنه يعني ألفت النظر شوية في موضوع القهوة. يعني اليوم أصبحت القهوة بشكل عام في السعودية أصبحت هي ملاذ لكل الشباب والشابات والمهتمين في عالم القهوة. اليوم القهوة أصبحت مختلفة، في الوقت السابق كانت تقدم القهوة بشكل كوب بسيط، اليوم بنشوف القهوة الباردة، بنشوف القهوة المختصة، بنشوف أنواع وأشكال من القهوة. اليوم أصبحت الكافيهات والمطاعم تنافس بعض كثير، بنشوف الديكور المختلف، بنشوف اليوم الأصناف من الأطعمة والسويت المختلف بشكل عام. أيضا نشاهد أيضا وجود الباريستا بشكل عام، اليوم باريستا السعودية والسعودي اليوم متواجدين بشكل مرة كبير. أيضا التنوع في المنيو هو من أكثر عامل الجذب اللي موجود اليوم في هذه الكافيهات. اليوم بنشوف قائمة الإفطار، بنشوف القهوة، بنشوف القهوة الباردة، الكورتادو، بالقهوة بأنواع. اليوم أيضا السلطات وفطور المنيو أصبح يعني يلفت كثير من نظر لكل محبين القهوة. اليوم هذه الأماكن بتوفر جلسات، بتوفر مراسم، بتوفر زوايا فنية وثقافية لكل المهتمين والحبين. اليوم اللي يجي القهوة أو يجد قهوة في كافيه مو بس يشرب قهوة ويمشي، لا بالعكس عنده مساحة مرة كبيرة جدا إنه يقدر يقوم بواجباته، يقدر يجتمع، يقدر اليوم يعني تكون جمعة عائلية وحتى بين أصحابه وشباب، يلقى خيارات مفتوحة مرة كثيرة. يعني اليوم في وقت الصباح الباكر بنشوف ناس، فما بالك أنت في المساء أو حتى في أوقات الظهيرة بشكل عام. اليوم أيضا بنشوف إقبال كبير من رواد الأعمال السعوديين على قطاع الكوفي شوب في السعودية. أصبح في تنافس مرة كبير، أصبحت السجلات التجارية تشرب لك هيك كم من شفة قهوة وتمزمز شوي على الصبح. خلينا نروح هيك لسالم. سالم محضر لنا هيك القهوة البن الحبوب جاهزة، بده يطحنها هلأ مباشرة. تفضلوا احكي لنا، جود في الكلام يا سالم. صباح الخير لكم. نعم نحن الآن نتواجد في أحد المحامص والمقاهي المعروفة في محافظة الخبر. مثل ما ذكر سلطان، المقاهي اليوم أصبحت وجهة لكل الشباب ومختلف الأعمار. ودنا نتكلم في هذه الدقائق عن طرق الحمص، حمص القهوة المختصة، من خلال الأستاذ أحمد البدري مدير عام هذا المقهى. رحب فيك، صباح الخير. نحن الحين جنب أحد آلات الحمص عندكم، ودنا نعرف طرق الحمص، كيف تتميز طريقة الحمص من محمصة إلى أخرى يعني؟ أول شيء صباح الخير على الجميع، المشاهدين والمستمعين. القهوة المختصة تحديدا لها طريق وأسلوب حمص يختلف عن أنواع القهوة الأخرى، مثل القهوة العربية طريقة تحميصها تختلف، دائما تكون فاتحة. القهوة المختصة هي تعتبر من الطرق اللي توصل لدرجة تحميص المتوسطة في الحمص. إلى لا نوصل للدرجة الدارك روست اللي المقاهي التجارية. طيب الحين الفرق بين التحميص الرديء والتحميص الجيد فيما يتعلق بالحمص، وش الفرق على طعم القهوة يعني؟ الحمص الرديء يخفي عيوب القهوة ويخفي حتى مميزات القهوة إذا فيها مميزات. أما القهوة المختصة بناء على الحماص فهو يحاول يظهر ما يريد اظهاره من القهوه، ان كانت قهوه للاسبريسو ومشروبات الحليب او مشروبات الفلتر اللي هو الدريب كافيه. احنا نسمع احيانا ايحاءات القهوه، وش يعني هذا؟ نعم، ايحاءات القهوه هي الطعم اللي يقرب لك القريب من ذاكرتك. في مثلا بعض القهاوي تذكرك مثلا بالفراوله، بعض القهاوي تذكرك بالشوكليت. هذا يقدر الحماص من خلال الحمص ومعرفته بالقهوة وجودة القهوة يقدر يظهر لك هالإيحاءات اللي قريبة، تختلف من شخص لشخص. في شخص تبان له أنها توت، وفي شخص تبان له لا أنها فراولة. فهذه تعتمد على طريقة التحميص وأسلوب الحماص وطريقة تعامله مع القهوة. حنا ودنا نعرف أيضا عن طرق إعداد القهوة، إذا في طرق إعداد القهوة المختصة من خلال التقطير وما التقطير، وش أبرز التقنيات يعني والتكنيكات التي تستعمل يعني عشان تتميز القهوة عن أخرى يعني؟ هي عدة طرق. في مثلا مثل ما احنا قاعدين نشوف. نعم، أشهر طريقة الآن هذه اللي السيرفر حقها القزاز والقمع حقها السيراميك، هذه يسمونها الـ V60. هذه من أشهر الطرق، وفي هذه الكيمكس، وفي هذه الكليفر. الـ V60 هي اللي دائما أغلب الشباب يستخدمونها في
في إبراز إيحاءات القهوة، في إبراز إيحاءات القهوة. الكيمكس يخفف لك القهوة الثقيلة، إذا عندك قهوة ثقيلة وتبي تخففها تستخدم أداة الكيمكس، هذه أداة التنقيح. أيضا احنا نسمع أحمد أنه هذه قهوة مستوردة من أثيوبيا وكولومبيا، فإيش تفرق بالطعم يعني؟ نعم، كل منطقة في العالم لها إيحاءات مختلفة وطعم مختلف. مثلا الأثيوبيات معروف بالطعم الفاكهي والحمضي، كذلك أمريكا الجنوبية معروفة بالمكسرات وبيحات الشوكولات، كذلك تستخدم هذه مثلا أمريكا الجنوبية في الحليب. سؤال سريع بس إذا ممكن نعرف، أنه في تذمر أحيانا من أسعار مرتفعة للقهوة، وش الفارق؟ نعم، لأنها تعتمد على الأسعار البورصة العالمية القهوة المختصة اللي وبعض أنواعها ذات جودة عالية يدخل في مزادات عالمية، فهي تعتمد على الجودة، كل ما ارتفعت الجودة كل ما ارتفع السعر. ممتاز، يعطيك العافية أحمد. الآن نحن طيب نتمنى ناخذ معلومات كافية قبل ما يخلص نروح عند سلطان، يعني فعلا كافية ويافية وكل أنواع البن تعرفنا عليها، لكن يعني مع أنه في أنواع مختلفة من البن ولكن صارت تصنع القهوة ويتفننوا بنكهاتها بأيادي سعودية. تحكي لنا أكثر عن حول هذا الموضوع يا سلطان، وفرجينا في فطور شفنا هيك وراء الكواليس حابين نشوفه معك. أول شيء بس بحاول أشهيكم أنتم المشاهدين شوي، اليوم بنشوف إحنا السلطات بأنواعها، الأومليت اليوم، حتى القهوة باللوز بالبندق. أيضا فن الرسم اليوم أصبح فيه فن كبير جدا في موضوع الرسم على القهوة، أشكال وأنواع صارت تتفننوا فيها بشكل كبير. أيضا فرنش تويست أيضا موجود، يعني في اختلاف مرة كبير جدا. أيضا أنا حاب أخذ لقاء سريع مع أحد رواد هذه المقاهي بشكل عام، نتعرف عليك. بداية أهلا وسهلا فيك على صباح العربية. عليكم السلام، صباح النور، معك الشاعر محمد السلمي. السؤال المهم اليوم، شايفك من بدري متواجد اليوم، ليه؟ والله أجي أنا أعشق أجواء الصباح، أجي يعني أتناول قهوتي مع الصباح، أحب أجواء الصباح وأحب المكان للأمان. لك طقوسك يعني، مهتم كثير أنت. أكيد أكيد أكيد. أيضا كمان نتكلم على موضوع البارست السعودي اليوم، كثير من رواد الأعمال وملاك هذه المقاهي والمطاعم كثير بيحرصوا بشكل مباشر على تدريب وتوطين مهنة قطاع المطاعم والمقاهي في السعودية، وشفنا مبادرات كثير من وزارة العمل وغيرها من القطاعات. يعني اليوم شوف الشباب السعوديين يعني اليوم أصبحوا مختصين في صناعة القهوة بأنواعها، نتكلم على الحمص، نتكلم على إعداد القهوة، استخدام المكائن والأجهزة المتطورة بشكل كبير في صناعة القهوة. حتى يدرس يا سلطان. أيضا الأهم اليوم شفنا السوق في السعودية. شكرا جزيلا، للأسف انتهى وقتي، شكرا جزيلا سلطان السلامي من جدة وسالم الراجح من الدمام. شكرا يا سالم وسلطان، ويسعد صباحكم وشكرا لكم.